متابعات إخبارية جديدة تتابعون فيها آخر أخبار وتطورات جائحة فيروس كورونا حول العالم. وفي البرنامج رصد لجهود الدول في محاربة الفيروس وسط استمرار حملات التطعيم في مختلف أنحاء العالم وغيرها من المواضيع الأخرى. والآن مشاهدينا مع نظرة سريعة حول آخر الإحصائيات حول العالم، حيث تجاوزت الإصابات حول العالم أكثر من 232 مليون إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي أكثر من 200 مليون حالة تعافي بنسبة 89%. أما مشاهدينا حالات الوفيات فقد تجاوزت 4,700,000 حالة وفاة بنسبة 2%. تخطط منظمة الصحة العالمية لإعادة فتح التحقيق لتحديد أصل الفيروس الذي تسبب في وباء كوفيد-19، وستشكل منظمة الصحة العالمية مجموعة من 20 شخصا ستضم خبراء في الحماية البيولوجية والسلامة في المختبرات، إضافة إلى خبراء في أمراض الحيوان. ويشار إلى أن مجموعة العلماء الدولية السابقة عملت في الصين من يناير إلى فبراير، وخلال ذلك زارت المجموعة معهد ووهان لعلم الفيروسات بما في ذلك مختبر 4BCL الذي ارتبط بشائعات تسرب الفيروس ومستشفى، وكذلك سوق هونان للمأكولات البحرية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ووفقا لتقرير المجموعة النهائي، على الأرجح انتقل فيروس تو كوفيد سارس إلى البشر من الخفافيش من خلال حيوان آخر تم العثور على مسببات الأمراض المماثلة لدى حيوان البنغول، مما يشير إلى انتقال العدوى بين أنواع مختلفة من الأحياء. في وقت سابق دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس إلى مزيد من التحقيق في احتمال تسرب الفيروس من المختبر، لأن الخبراء لم يعثروا على مصدر الفيروس. قال الخبير الروسي كامل خافيزوف إن سلالة دلتا لفيروس كورونا المستجد تشكل ما يقرب من 100% من جميع سلالات الفيروس المنتشرة في روسيا. وشدد خافيزوف على أنه لم يتم في روسيا حتى الآن تسجيل تطور سلالة من هذا الفيروس أكثر خطورة من سلالة دلتا. وأضاف حاليا في روسيا كما هو الحال في البلدان الأخرى يتم تشكيل فروع جديدة داخل سلالة دلتا، وهي تختلف عن سلفها بوجود تغيرات إضافية في الحمض النووي الريبي، لكن لا يمكننا القول بعد أنها تجعل هذه السلالة أكثر عدوى. ولقد استنفدت سلالة دلتا عمليا قدرتها على أن تصبح أقل عرضة للتأثير المعادل للأجسام المضادة الواقية، لذلك يمكن القول أنه لم يتم في روسيا حتى الآن تسجيل سلالة أخطر من دلتا. في السابق كان يسجل في روسيا ظهور سلالات ألفا وبيتا وغاما التي وصلت إلى روسيا من الخارج، أما حاليا فتسود سلالة دلتا ومشتقاتها. وعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باستكمال عملية التطعيم وتلقيح حوالي 70% من سكان إيران ضد فيروس كورونا في الأيام الثلاث أو الأربع المقبلة. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس عن تسجيل 284 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 118,792 شخصا. وحتى الآن بلغ عدد اللقاحات المقدمة نحو 49 مليون جرعة في إيران، ومنذ وصول السيد رئيسي إلى السلطة
تسارعت عملية استيراد اللقاحات في إيران، كما تم رفع الحظر المفروض على استيراد لقاحات شركة فايزر. أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية أن البلاد تمتلك أكثر من 40 مليون جرعة لغرض إعادة تطعيم السكان بجرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأضافت السلطات الأمريكية أن الاحتياطات الموجودة والإنتاج المستقر يسمحان بالتغلب على تدفق المحتمل للأشخاص الراغبين بتلقي اللقاح خلال الأسابيع المقبلة. وكانت السلطات الصحية قد وافقت في وقت سابق على الجرعة الثالثة بلقاح فايزر للأشخاص الذين يفوق عمرهم 65 عاما والأشخاص المعرضين لخطر مرتفع بسبب حالتهم الصحية أو شروط عملهم. قالت السلطات الصحية في المملكة المتحدة إن 93,350,685 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد تم حقنها حتى الآن، وأن 48,705,771 جرعة من هذه الجرعات كانت أولية، فيما كانت 44,644,887 جرعة ثانية. يشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في بريطانيا يبلغ حوالي 7.5 مليون حالة. يذكر أنه بدأت المملكة المتحدة في تحصين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و15 عاما ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. أعلنت السلطات الصحية في اليونان تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المرضى الذين يخضعون للرعاية الصحية في وحدات الرعاية المركزة، وتم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ 348 حالة مقارنة ب 331 حالة أمس السبت. كما أنه تم تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 645,969 إصابة. وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 14,679 حالة عقب تسجيل 24 حالة وفاة جديدة. يواصل الوضع الوبائي في دولة الكويت ميدانيا وسريريا تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بفيروس كورونا، حيث شهدت الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا في أعداد الإصابات ونسب إشغال العناية المركزة والأجنحة لمرضى كوفيد-19 في المستشفيات. ويعود الفضل في هذا التحسن الكبير والملحوظ في الوضع الوبائي في البلاد إلى اتساع وتيرة التطعيم من كل الفئات للكبار والصغار، والتي معها تعود الحياة الطبيعية تدريجيا كسابق عهدها. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.